الرياضية المصرية. تكريم الأهرام الرياضي، تلك المجلة العريقة التي أنشئت عام 1990، اللي هي أحدى إصدارات الأهرام العريق التي تأسس عام 1875. واحد من نجوم الملاعب المصرية محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلي والذي تألق بشكل كبير في الفترة الماضية، معنا الآن على الهواء. عواد برحب بيك، وانا لك تحيات كابتن ابراهيم فايق طبعا على الهواء الان، والحريف وكل مشاهدي ام سي اللي بتابعوك. ببارك لك على هذه الجائزه الرائعه، على هذه الجائزه اللي بتنضم لجوائز محمد عواد. مجهود رائع بتجني ثماره الان، بالتاكيد هي جائزه مهمه ليك. طبعا تحياتي للكابتن ابراهيم ولكل مشاهدي، وطبعا الحمد لله طبعا بحمد ربنا سبحانه وتعالى. يعني جائزه جت لي في وقتها، وبعد مجهود تقريبا سنه ونص من مستوى بالنسبة لي أنا راضى عن نفسي فيه جدا، يعني الحمد لله. طبعا إن شاء الله تديني دفعة الفترة اللي جاية، خاصة قبل بطولة كأس العالم، ودي البطولة الأهم في حياة كل لاعب، وأكيد أي لعيب في مصر بيحلم إن شاء الله أنه يكون موجود من ضمن القائمة إن شاء الله اللي تبقى موجودة في روسيا بإذن الله. فالحمد لله طبعا بحمد ربنا على الجائزة دي، وإن شاء الله تبقى دافع عليها إن شاء الله الفترة اللي جاية بإذن الله. مجهود كبير الفترة اللي فاتت من عواد، شغل خارج الملعب، تمرين بشكل كبير، السيطرة على الضغوط النفسية، كلام كتير الفترة اللي فاتت، عواد هينتقل لأحد الأندية، عواد هيحترف، عواد عليه ضغوط كتيرة، بجانب كمان الضغوط المباريات مع التألق، ده كله أنت قدرت تحافظ عليه وتسيطر عليه وتتعامل معاه بشكل نفسي بشكل جيد جدا. أكيد طبعا أنت عارف يعني الشارع المصري أو الرأي العام الفترة اللي فاتت بيتكلم كتير، لكن أنا بعد نفسي عن الضغوطات دي كلها، كل تركيزي من خلال الملعب، هو ده اللي بيخلي الناس كلها تتكلم إذا كان بشكل إيجابي أو بشكل سلبي. ده كل الفترة اللي فاتت والفترة اللي جاية إن شاء الله التركيز كله فيه خلال الملعب بس، مش من خلال الميديا أو الرأي أو الكلام. يعني أكيد لو أنا ماشي بمستوى ثابت وبشكل كويس، أكيد إن شاء الله يبقى ليا نصيب الفترة اللي جاية، أبقى موجود من ضمن القوام إن شاء الله، هبقى موجود في روسيا بإذن الله. خليني برضه اقول لزميلي ابراهيم فايق وكل المشاهدين ان كان في عناق حار جدا بينك وبين الجهاز الوطني لمنتخب مصر داخل القاعة اثناء حضورك وبعد تسلمك الجائزة. كانوا اول ناس يمكن قاموا وسلموا عليك وهنوك بالجائزة دي، واضح ان يعني خلاص قربت عواد في منتخب مصر بشكل كبير، وفي روسيا كمان الحلم الاكبر، لان ده كمان مش مطلب بس يعني جماهير، ده مطلب الشارع المصري بشكل عام. والله طبعا انا علاقتي بيهم بالجهاز الفني، يعني انا برضو مش عايز اتكلم على الجهاز او علاقتي بالجهاز عامله ازاي، عشان انت فاهم الامور دي بتتفهم بشكل مش يعني الناس بتفسره، كل واحد بيفسره بتفكيره هو، لكن انا علاقتي بيهم من اول معسكر ليا علاقه اخويه واخوهم الصغير، وهم اي حد بيدخل في وسط المنتخب لو من اول معسكر بيعتبروه هم عاملين زي عيله بالظبط، اي لعيب بيدخل في وسطهم بيبقى بالنسبه لهم اخوهم الصغير وبيتعاملوا معاه بالمنطلق ده. اكيد هم فرحانين لي ان انا يعني انا شايف من وجهه نظري الجائزه دي بتبقى صعب جدا ان هي تخرج من اهلي وزمالك، تقريبا بتبقى 99% منها منحصره بين اهلي وزمالك، حراس اهلي وزمالك، فواحد تاني وبسنه في سني طبعا ياخد البطوله ياخد الجائزه دي، من انا بعتبرها بطوله طبعا ان انت تاخد جائزة من حراس النادي الأهلي أو حراس نادي الزمالك، فدي جائزة كبيرة جدا، ودي أهم جائزة بالنسبة لي في حياتي، وهما باركوا لي على الجائزة دي، وإن شاء الله بتمنى إن أنا أبقى موجود إن شاء الله في القائمة إن شاء الله المعسكر اللي جاي في مارس، وإن شاء الله يعني أقدر أحقق حلمي اللي أنا تعبت طول الموسم عشانه ويكمل إن شاء الله في خلال المباريات اللي جاية.